ليها مشوار طويل ومهم على مدار أكتر من 25 سنة. سمكة واربع قروش والحاسة السابعة كانوا من أهم أفلامها. ضيفتي الفنانة إيناس ميكي. ها كاميرا معايا مركزه، مش مهم الضيف، مش مهم الضيف. ها قمر، انا قمر، كانت الشخصيه اللاسعه. ايوه دي. ليه الناس دايما بتقارن بين نجاحك ونجاحها؟ اخويا هو احمد في حته لوحده، بصمته بصمه خاصه، ده هو ظهري وسندي ورجلي اللي في الدنيا. امال انت شايفه العبث فين؟ في الحياه كلها. دورك في لن اعيش في جلباب ابي ترند لحد النهارده. عارفه يعني ايه استاذ نور رايح يتفرج على المشهد؟ طب ما حسيتيش ان الدور ده حصرك في ادوار معينه؟ يمكن انا ما بستحملش، يمكن الديفون فيا. كل الدنيا